مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة بيشرف قناة الإنسان الأستاذ منصور الناصر للحديث في محاضرة بعنوان خدعة تفسير القرآن. إعجاز القرآن هو شعار كان دعائي للترويج الديني، وما زال لحد هذه اللحظة يمارس هذا الدور الدعائي البروباغاندا يعني الإعلامي. ومن هنا نجد بأنه الإعلام الديني أصبح حتى الكذب الديني أو الترويج الديني أصبح كأنما حقيقة دامغة البعض يتحجج بها منطقيا وعقلانيا. أقول بأنه أخلص إلى أن هذه الصورة التي توصلت التي استمرت على مدى 1400 عام أو أكثر اللي يقدمها أن المفسرين والعلماء للقرآن هي تنفي صفة الإلزام عن هذا النص المقدس وحتى صفة الرسالة الموجهة للبشرية. وبالتالي أحق لهؤلاء مثلا بأن يفرضون أحكام هذا التفسير الخاص بهم على الناس، وهذا يؤدي بنا بالتالي لأن أن يكون الاعتراض على أي ملحد أو أي شخص يكتب تفسير للقرآن هو يعني هذا حق طبيعي، لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، ولكل إنسان حق إبداء رأيه. فكرة المحاضرة بدأت بقول أحد الأصدقاء لي أثناء حوار معه، قال بأن كتاب الله يتضمن إعجاز في جوانب عدة، منها مثلا البلاغة، النحو، البيان، وأن هذا الكتاب صعب وبحر عميق وشاسع وليس من السهل تفسيره، ولو أمكن تفسيره لذهب إعجازه وما عاد شيئا ذي شأن. قلت أولا هناك عشرات بالمئات التفاسير، وهذه كلها تقول مع كل آية تقول اختلف المفسرون في تفسيرها. افتحوا أي صفحة في أي تفسير يقول لك اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية. والسؤال ما فائدة كل هذه التفاسير وهي لا تفسر شيئا واحدا ولو بشكل حاسم؟ أنا أتذكر عندما كل من يقرأ التفاسير لن يجد اتفاق على أي آية ما عدا آية واحدة ما أتذكر عن الأم. كل الآيات الأخرى اختلف فيها المفسرون. إذن هذا ينفي فائدة التفاسير لأنه ما أعطاك شيء. كيف وراح أسس على هذا شيء آخر. ثانيا هنا ألا يعتبر تفسير القرآن دليل على أنه كتاب لا علاقة له بالبيان إنما له علاقة وطيدة بالغموض؟ فلو صح أنه معجز وفي لسان عربي مبين كما يقول النص الديني نفسه لا حرموا التفسير، لأنه قال أنه أنزلناه في بيان مبين، يعني ما ليش تفسر أنت؟ إذن أنت تنفي صفة الألوهية والإعجاز عنه، وبالتالي عليك أن تحرم التفسير، وأن عليك أن كمفسر أو كرجل دين أن تعتبر عملية التفسير هي عملية كفر بالنص الديني وتشكيك بإعجاز القرآن. فمثل ما أنتم حرمتوا ترجمة القرآن بحجة ماذا؟ بنفس الحجة أنه أنت يعني تشكك بإعجاز القرآن أو تذهب شون يعني جمال القرآن وأدوبته وبيانه وسهولته. ثالثا لو صدقنا وآمنا بأن النص الديني يحتاج إلى تفسير، فلماذا تستنبطون منه أحكام قاطعة؟ وهاي الأحكام القاطعة طارت بها رؤوس آلاف وملايين الناس وتهجر الشعوب واستباحت كراماتها وحرماتها. أنتم تفسرون بعملية التفسير لا تلزم إلا أصحابها، بالتالي أن نحن أحرار في تفسير ما الناس جميعا أحرار فيه التفسير، لا يمكن أن تفرض عليه تفسيرك. قل هذا تفسيري لكن لا تستطيع أن تستنبط من أحكام. رابعا هذا الرأي يشمل كتب الفقه والمذاهب والفرق، وهي وأنا برأيي أن أقول أنه 95% ونسبة المطلقة الغالبة منها لا حاجة لأن يتكبد عناء قراءتها، لأنها بأكملها تحاول ضخم قضايا صغيرة
أمام الإنسان عادي وتخليه يشعر بأنه رجل الدين، شخص لا غنى عنه ولا يمكن أن الحياة تتوقف بدون هذا رجل الدين. ويبدو أن هاي الصورة العامة التي وجدت لدينا مقصودة لكي تصور لنا بأن الدين معقد جدا لدرجة تفوق قدرة الإنسان الناس العاديين. وبالمناسبة يعني باي ذا واي أقول بأنه الدين الإسلام لبساطته هو انتشر، يعني هو السبب الرئيسي لانتشار الإسلام بغض النظر عن الفتوحات والغزوات بعد ذلك، إنه الناس تقبلت لأنهم فقط تقول شهادتين وانتهى الموضوع. هذول أجوا عقدوا الموضوع أضعاف. أصل للفقرة خامسة، النقاط السابقة اللي ذكرتها تشير كلها إلى حقيقة واحدة، أننا مؤمنون بأكاذيب ساقها علينا دجالون، وأننا في النهاية المحصلة مستغفلون مستغلون من قبل مستبدين لا وليس من قبل المؤمنين. أخلص إلى أن التفسير من حق الجميع، مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين، فما دام الكتاب للناس أجمعين كما يقول الكتاب نفسه فهو للجميع بالضرورة، ولهم الحرية الكاملة في قراءته. لا حق بالتالي لأحد الاعتراض حتى على ملحد كما قلت يكتب تفسير للقرآن أو أي نص مقدس. لماذا؟ لأنه تلقى كلام الله مثل غيره وله أن يعرب عن رأيه. أيضا الكتاب يعني الكتاب أنزل للجميع مشركين وغير مشركين، هو رسالة وهدى للناس أجمعين، وهذا منطق المسألة لأن قلت هو نزل للهداية. وأغلب الآيات تتحدث عن الآخرين من كفار وهالكتاب ومشركين ومنافقين إلى آخره، فهؤلاء أولى بقراءته وتفسيره والتعامل معه وتقبل آراءهم. فالسؤال لماذا نرفض؟ لماذا لا نسمع لهم بالرد علنا؟ لماذا لا نسمع حتى المؤمنين بأن يتحدثون في الموضوع؟ هذا كان الحال في زمن الرسول نفسه. أين المشكلة؟ إن اعترض أحد وقال أوكي أنا أفهم إنه راح يطلع يقول هذا كتاب الله ويرفع شعار ضخم يخيفنا من هذه العبارات، وأن هذا الكتاب الله وليس مشاعا، وأن تفسيرا كهذا أي تفسير هو إساءة له، وهذه المسألة حكر على المختصين. هذا لا بأس، أقول هذا تأكيد منه اللي يقول هذا الكلام، هذا تأكيد منه على أن الكتاب أنزل للمفسرين حصرا، وبالتالي أن الناس العاديين لا يستطيعون فهم هذا الكتاب. لأننا وفقا لرأي من يسمون أنفسهم بعلماء الدين كبشر في مرتبة أدنى من البشر ولا قابلية لنا على فهم هذا الكتاب. يعني كتاب كما يقول أرسل البشر من صنف خاص فقط، ونحن بالتالي غير ملزمين. هذا يؤدي بنا يقودنا إلى أنه غير ملزمين بسماع هذا الكتاب، يعني انتفت صفة الإلزام عن هذا الكتاب، بالتالي هو ما عاد مرسل لنا، مرسل ولا يعني، بالتالي أيضا ما يعني ممكن نتصرف كما نشاء، لأن إحنا أصبحنا أناس ناقصين، بشر ناقصين غير قادرين على الفهم ولا تفسير الكتاب. فلماذا يعني أرسل هذا الكتاب أو أنزل كما يقول يعني العبارة الدينية تقول العبارة الدينية علينا؟ أن خلص أنزل للأنس والجن، ونحن لسنا من الصنف البشر الدرجة أولى الذي يتبوأه رجال الدين والذين يعتبرون كل الناس من العامة والدهماء كما هو تعبيرهم المعروف. البعض يتحجج ويقول لا هذا كلام مبالغ به يعني اكزاجريت أو شيء، مهم يقول لا التخصص مطلوب، واللي تفسير هذا نص مقدس لا بد التخصص مطلوب، اكو اختلاف قدرات العقل البشر العقلية والتخصصية، فإنسان لغة الأمة غير عربية أو لا يتقن اللغة الفصحى لا يمكن له تفسير النص بشكل صحيح. رأيي أن هذا القول حتى لو صح فهو مردود، لأن الكتاب لا يقول نفسه، الكتاب لا يقول أنه بحاجة للتفسير، كل ما يقول أنه بيان وهدى للعالمين وليس تفسيرا للعالمين، وعلا كان أنزل قال إن أنزلناه تفسيرا للعالمين، لم يقل هذا. يعني فاحنا ما وحتى القرآن نفسه ما طالب في يوم من الأيام بتفسيره، حتى الرسول نفسه ما طالب بهذا الشيء إلا
حالات جدا نادرة ومشكوك بها. فبالتالي يعني نوصل إلى قضية أنه هل أصبح رجال الدين أكثر علما ومعرفة بنبي الإسلام وإله الإسلام نفسه؟ ثم نسأل سؤال: الكتاب أرسل من قبل إله، فمن يقرأه؟ هل يقرأه إله أم إنسان؟ الذي يقرأه إنسان. فلماذا بالتالي نحن كأناس فقدنا الحق بقراءة هذا الكتاب بحريتنا؟ ويعني ليش نحرم الإنسان من قراءته كما نشاء؟ وأيضا نسأل لماذا نزل الكتاب أصلا؟ إذا كان هو يعني إذا كان إحنا متغيرين هو ثابت ولا يمكن مناقشته ولا يمكن وبمعنى واحد ولا يتغير المعنى. طبعا هاي مشكلة الكتاب، مشكلتنا إحنا إذا ما فهمنا هذا الكتاب ولم يلبي حاجاتنا ولا يقدم لنا أجوبة ومعاني جديدة، فلا حاجة لنا به بالتالي. وأسأل هنا: القراءة السائدة الآن لهذا النص ما هي؟ القراءة السائدة أو الشائعة أو الموروثة ما هي؟ هاي القراءة شو تقول؟ تقول النص بأكو شروط، لا يمكن أن تقرأ النص إلا بشروط، أن تقرأ النص أن النص نفسه لا يفسر إلا بنص، يعني من داخل النص. هاي الآية تفسرها آيات أخرى لازم تبحث عنها، هاي قانون، قانون طبعا هذا معروف. ثانيا أنه ممكن إذا استعصى في المسألة ممكن عبر النقل من خلال حديث أو صحابة أو تابعين أو تابعين تابعين، هذه العملية هو هذا يعني هاي الصيغة المعروفة. أما من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، هذا على حد قول، هذا حديث نبوي. وابن كثير يقول أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، وهاي طبعا وراح أحدثكم عن كارثة ابن عباس وقوله عن تفسير القرآن. قبلها لازم أنا فاتني شيء أقول، أقرأ لكم تعريف التفسير ما معنى. هو توضيح الشيء وبيان معناه، وهو علم اهتم به المسلمون لفهم آيات القرآن، هذا من ويكيبيديا جبتها. وهو أيضا علم نزول الآيات وشؤونها وقصصها والأسباب النزول، وهو ترتيب مكيتها أو مدنيتها، المحكم بها والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، يعني المطلق والمقيد، المجمل والحلال والحرام، الوعد والوعيد والأمر والنهي، وكثير منها هذه الأشياء. هذا هو هذا علم خاص بهذه المسألة. إذن بهذا المعنى علم التفسير هو خاص بالمؤمنين فقط، بالقرآن فقط. يعني التفسير لا يأتي شخص من خارج منطقة المؤمنين بالقرآن، وهذا التفسير هم وضعوه بأنفسهم. المفارقة وين؟ أنه هذا هم وضعوه بأنفسهم، هم مفرض وما لا يلزم به، لا يلزم به أحد، هذا التفسير لا يلزم به أحد غيرهم هم نفسهم، يعني لا حق لهم لأنه تفسير بكل الأحوال، ولا يوجد تفسير 100% صحيح وباعترافهم. فلماذا يفرضون بالقوة على الجميع بل يصفون أي محاولة لتفسير كتاب الله المرسل للجميع باعترافهم بأنه خطر يهدد الأمة والإسلام والمسلمين؟ الواضح أنه خطر يهدد هؤلاء، أنهم يحذرون من خطر بحقهم. هنا أكو أساليب التفسير حتى أكون شوية أكاديمي أكثر، أتحدث أكثر بهذه المسألة. هناك أربع أساليب للتفسير: تفسير تحليلي، وهذا يتبع الآيات حسب ترتيب المصحف حتى يبين معاني ألفاظ كل آية، وتفسير إجمالي، هذا يبين بالمفسر بوضوح معاني الجمل بالآيات وأهدافها. وأيضا أكو الثالث هو التفسير المقارن، وهذا يقوم بمقارنة آية من الآيات ويجمع حول موضوع نصوص وآيات أخرى أو من آيات أو من تابعين أو صحابة، ويقارن بين الآراء ويستعرض الأدلة، وبعدين يبين الراجح من أتى وينقض المرجوح. وأيضا التفسير الرابع والأخير هو التفسير الموضوعي، وهذا يأخذ موضوع الآيات القرآنية ويفسرها موفق ترتيبه خارج ترتيبه. القضية وين؟ الشروط المفسر عبر التاريخ معروفة وآدابه: أولا صحة الاعتقاد والتجرد عن الهوى، وأن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن،
بعد ذلك يطلب التفسير من السنة النبوية لأنها تعتبر شارحة للقرآن، فإن لم يجد مع فالصحابة يرجع لقول الصحابة، وأيضا العلم باللغة العربية وفروحها وأصول العلوم المرتبطة بالقرآن. أيضا أن تكون من آدابه حسن النية وصحة المقصد وحسن الخلق والامتثال والعمل وتحري الصدق في أقواله وأفعاله والجهر بالحق. هذه مواصفات يعني العامة الرئيسية للمفسرين. هذا أخلص منه، لأنه قول ابن عباس هو المربط الفرس. أتذكر شو يقول ابن عباس عن التفسير، قول عجيب غريب، يقول إن من هذا طبعا قول مؤتمن على جميع المفسرين وجميع المذاهب، يعني هذا ويعتمد أساس. يقول من القرآن ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنها ما لا يعذر أحد في جهالته. يعني تخيلوا أنا يعني ما أحتاج أتحدث، إنه هنا منه ما استأثر الله بعلمه، يعني كتاب نزل من السماء ومرسل إلى الناس ويستأثر الله بعلمه، إذن أنا ما مسؤول، يعني عندما لا أفهم أنا غير مسؤول، كيف أكون مسؤول عن شيء أنا ما أفهم ويستأثر الله نفسه بعلمه؟ هذا القول هو أساس بكل، يعني أساس. ما أعتقد أنا ما قرأت ما على حد، ما عرفت أحد يعترض على هذا القول هنالك، والكل يفتخرون بهذه المسألة، بالعكس إنه ما هنالك مستأثر الله بعلمه في الكتاب. هذا الشيء أنا أعتبره كارثة. إذن أنا كيف ممكن أحاسب وعاقب بعد ذلك في الآخرة وفي الحياة على شيء أنا ما أفهمه؟ إذن أنا انتفت عن المسؤولية. وخلفاء محمد أو بعد وفاة محمد أدركوا أن ميراث النبي هذا هو ركيزة دولتهم، هو الأساس الذي يشرع أو يشرع وجودهم على رأس السلطة. المفارقة هو أن اللي ترك محمد بعد وفاته، يوم وفاته ما كان كافي لأن يأسس دولة ويأسس إمبراطورة، كان ممكن يأسس دولة صغيرة أو دولة مدينة بالكثير ولفترة محدودة، وهذا اللي حصل مو أكثر يعني. لكن بعد ما دخلوا واقتحموا اكتسحوا بلدان مصر والشام والعراق، هذا يعني وجدت الأموال يعني ناس بالملايين ماتت بسبب هاي الفتوحات، وكسرت حتى الأحجار أو الذهب أو يعني المهم الثروات طائلة جابوه حتى بالفؤوس كسروا تيجان الذهب. المهم هذه كلها ما كانت فائدة، إلا أجا عثمان قال لا، لابد أن نسوي جمع القرآن. ماذا فعلوا؟ هذا القرآن كان مجرد صحف وشذرات هنا وهناك، وجمعها عثمان. هذا الأمر نفسه عندما نناقش مسألة التفسير والحديث في العلوم الإسلامية، هاي كلها عمليات جرت بشكل محموم على مدى 3 قرون متواصلة، كلها هي هاي اللي صنعت ما نسميه الإسلام الذي نتحدث عنه الآن. وهذا الإسلام هو نفسه اللي تعتقد الملايين بأنه نزل كامل مكمل من اللحظة الأولى، يعني كأنما وليد جاهز. هذا وهم كبير جدا، وعلينا أن نعي هاي المسألة ونعي نتائجها الخطيرة. هذه أخلص أقولها، كلها صنعة ما نسميه الإسلام اللي يتحدث عنه. وهناك أيضا هناك لعب بالكلمات والمفاهيم. كلمة دين وإسلام وحديث وفقه وأركان وأصول، هذه كلها ما معناها بالقرن الأول الهجري غيرها بالقرن الثالث وأيضا القرن الحالي. كلمة دين شيء آخر، يعني ما هو الدين؟ الدين هو الحكم، هو السلطة. يعني احنا أبسط شيء لا نعرف، لا ليس لدينا تعريف دقيق لكلمة الدين ولا لكلمة الإسلام ولا كلمة الأركان. ما زالت أشياء رجراجة ومطاطة مع بعضها. المهم اللي حدث، ماذا حدث حتى نفهم ما حدث أو التطورات، أنه التفسير كان ضروري لصناعة جسد الإسلام والأسس الشرعية للدولة الإسلامية. هذه كانت عملية ما لها علاقة خلينا من قصص
الإسلام الصحيح والحق والباطل والرسالة يعني هاي خلونا منها سلطة وحكم وسلطان وكلمة دين أصلا ما لها حكم مو بس بالعربية بالعبرية يعني. فحكاية العودة للأصول والتفسير الصحيح للآيات هاي قضايا مصنوعة صنعت بتلك الفترة وصدقتها الأجيال اللاحقة. يعني كما أقول حكاية العودة للأصول والتفسير الصحيح للآيات يعني هذه لازم لابد أن نسأل كيف جرت صناعتها بالاستعانة بالنصوص القرآنية وتفسيرها بالطريقة المطلوبة وسد الثغرات عبر الحديث واختراع حكايات وأسباب النزول. المفارقة وين؟ راح نكتشف أنها مشروعين تأسيسيين طوال سنوات القرون الإسلامية الأولى. المشروع الأول مشروع كان يطمح لاختلاق أساس شرعي متماسك للدولة، واللي هذا المشروع كان مسؤول عنه الخلفاء والوزراء، وزراءهم والمستشارهم السياسيين الرئيسيين يعني. الثاني المشروع الثاني مختلف، مشروع تأسيس دين جديد متماسك قادر على مقارعة الأديان التوحيدية الأخرى أو حتى المانوية كانت منتشرة، والزرادشتية والمزدكية موجودة في ذاك الوقت، وهذا المشروع قاد الفقهاء ورجال الدين. هنا هذين المشروعين ولت صراعات حادة بين الطرفين وحالات يعني مد وجزر بيناتهم. هذا اللي تميز يعني الفقهاء تميزوا رجال أو العلماء الدين كانوا مكافحين بطريقة غير طبيعية ويستحقون الإشادة على ذاك الزمن يعني، لأنه كانوا أبعد بصيرة بكثير من الخلفاء، وهم هؤلاء اللي اخترعوا الإسلام اللي نعرفه بأبعاده اللي معروفة اللي أصبحت بديهية الآن، وهي القرآن والحديث والعلوم الدينية. هاي ما كانت موجودة بالقرن الأول، ماكو شيء اسمه يعني نص مقدس وقرآن ما كان. الناس وين كانوا؟ الحديث اكتمل بال 300 سنة. هذا يعني احنا نعرف مثلا الحكام كانوا يرفضون، عمر بن الخطاب كان يرفض جمع الحديث، وحتى يعني هو بالكاد قبلوا بجمع القرآن، ولكن بعد ذلك اضطروا العلماء حتى الفترة العباسية اضطروا العلماء يبادرون بجمع الحديث بأنفسهم وعلى حسابهم، أيضا جهد فردي خارق. حتى البخاري والنسائي ومسلم كانوا قضوا عمرهم بالكامل حتى كادوا يقتلون في بعض الأماكن ويعيشون على الكفاف ويجمعون الحديث، يروح لأبعد مكان. هؤلاء هم جمعوا الحديث يعني. ليش؟ لأن كان عندهم مشروع، هذا المشروع هم اللي صنعوا الإسلام مو الخلفاء. الخلفاء كان همهم الوحيد بالحكم، وكما قلت هناك مشروعين، المشروع الأول مشروع دعم الخلفاء أو القادة السياسيين، وهناك مشروع صناعة الفقهاء أو العلماء الدين. كما هي قلت أنه كلها حدثت بامتعاض من الخلفاء. هذا ولد نوعين من أنواع الصراع داخل الفقهاء، بين الفقهاء، بين جماعة النقل من جماعة أصحاب الحديث وجماعة العقل كالمعتزلة، وهاي دخلت بها الخلفاء وبعد ذلك تصروا جماعة الحديث. دور العلماء كان مصيري في صناعة الإسلام والنبوة والوحي ومحمد والتفسير والحديث والفقه وكل شيء تقريبا. ما كان الإسلام إلا عبارة عن صحف منثورة في بيوت صحابة في يثرب، وهاي وحتى بعضها أكلتها الدابة كما تقول عائشة. يعني ما كان الشعب ما كان بالهم يعني. الشيخ قيم وثمين الآن بالنسبة إنه هو كان بالنسبة لهم شيء عادي. حتى لو لاحظنا إنه السيرة عندما كتبت على طريقة التوراة وأسلوبه في طريقة السرد الحكائي، بدأت يعني بالسلالة المحمدية، وأما القرآن السلالة المحمدية من آدم، ويعني هاي الطريقة التوراتية مشهورة. وأيضا هو بن إسحاق اللي كتبها بتكليف من أبو جعفر المنصور وبها مشاكل، وبعدين يعني قالوا لها هاي قصة أخرى ما قضي وكذا. القرآن بعد نفسه أيضا جمع وقسم وبوب بالطريقة نفسها، طريقة توزيع آيات التوراة والإنجيل. يعني كان التوجه للتقليد بصدد المنافسة واختراع دين جديد يعني محتدم. كان اكو صراع كبير على هاي المساله. هذا اللي ولد
يعني باب جديد لاحقا لنفي التقليد والتخلص ما سموه اسرائيليات وما ذلك، لانهم كانوا في صراع كامل يردون ياسسون دين باي طريقه، وهاي العمليه استمرت يعني 200 سنه مو شي شويه. وبعد ذلك بدت هاي المشاكل الان، هذا التسرع بتاسيس هذا الدين الان لحد هاي اللحظه نعاني منها وما جاي نقدر نتخلص منها. التفسير بأكمله ماذا يريد أن يقول هذا التفسير الموجود؟ ما هو دوافع هذا التفسير؟ هذا التفسير يقول بأن هناك إله واحد اسم الله. هو بالحقيقة هذا الإله موجود، ما موجود إلا بشكل رمزي. الموجود هو محمد، إله محمد، وهذا من حتى محمد نفسه من اختراع الفقهاء، لأنه كل يعني ماكو شيء مؤكد. هذا جعلهم اللي يخترعون قصص تعزز من طبيعته غير البشرية، مثل ما اخترعوا قصص للمسيح واخترعوا قصص لموسى وصعد الجبل وحدث الله وكلم الله وشق البحر، هاي قصص كلها. وأيضا هم شق القمر واخترعوا له هاي القصص كلها. أنا يعني ما أجزم بس ولا ما أجزم بأنه هاي اختراع، ولا يقدر واحد يقول لي لا أنت هاي لا صحيحة 100%، فخاف واحد يحاكمني على هاي المسألة ويقول ما عندك مصدر وما عندك شيء. أقول حتى يعني حتى سلالة محمد من أبيه بدأوا ينبشون بها، حتى جسد محمد قاموا يتحدثون عنه، حولوه إلى جسد نوراني وفتحوا صدره ودخلوا به قصص، سووا قصص كبيرة كلها على مود يسوون هذا الدين اللي الآن إحنا مبتلين به. يعني بصراحة هذا الدين الشائع إحنا مبتلين به اللي مدمر حياتنا. يعني بصراحة الدين الشائع، ما أقصد الدين على عين ورأس، بس هذا الدين الشائع المورود اللي جانا دمرنا دمار كامل، يعني حتى لو قنبلة نووية هم أسوأ. على كل أيضا قلت على سيرة الوالد والوالدة، أيضا راحوا حتى أتذكر مقولة الكلب شو يقول، يقول اخترعوا نسب أسطوري للأب وصلوا لإبراهيم، وايضا نسب الصوره للام، قالوا اكو 50 او 500 ابن الكلب يقول اجها نسل 500 نسل طاهر من ام النبي، ولم اجد بينهن سفاحا ولا من كانت من امر ما مكان من امر الجاهليه. طبعا وايضا هناك مشكله اخلاقيه، يعني المشاكل، واحده المشاكل اللي بقت تخلفت عن هذا يعني الخدعه التفسير هذه، انه القرآن يذم المشركين. هسعفوا لنا الناسخ والمنسوخ قصص الأخرى، أنا ما أدخل بالتفاصيل لأن هذا مختصاص، أنا بس أنا أنظر من الخارج على هذا الموضوع، لكن أنا بالداخل لا أحد يحاكمني يقول لا أنت ما تعرف التفسير، ما أعرف وما ما أريد أعرف، يعني مو فت قضية، مو نظرية نسبية حتى أعرفها، ما أحتاج. أنا أنظر من الخارج أشوف المشهد كله، التفاصيل الصغيرة ما لها علاقة بها. انت لا تحكي، ممكن تكتب لك بألف مجلد او ألف كتاب عن موضوع، عن موضوع الحيض، عن موضوع الزواج، عن موضوع العقود، عن موضوع هاي قضايا تفسيريه ما لها علاقه بها. انا اتحدث من الخارج، وضعت فكره التفسير باكملها على طاوله المختبر وجاي حاكمه واتحدث عنه الان. حتى اختصر احاول بسرعه، الان اطرح اسئله واشارات، مو الهدف منها البحث عن إجابة فقط، الهدف أنه أشير إلى قضايا خطيرة جدا ما زالت لم تناقش، سواء كان من الباحثين وحتى الملحدين ومن رجال الدين. طبعا يقال أن الدين عند الله هو الإسلام، هاي كيف نفهمها؟ لماذا نفترض بأن الكلمات هاي الثلاثة هي الدين الله الإسلام؟ لماذا نفترض بأنها كلمات مفهومة ويتحمل كانت تحمل المعنى نفسه اللي تحمله الآن؟ هذا شيء مو صحيح 100%، ولا يمكن أن يجر أي إنسان باحث ورصين يتحدث عن هاي القضية. الدين كلمة يعني مو هذا اللي عندنا، وحتى بالقرآن نفسه عشرات المرات يذكر كلمة الدين، كل مرة يذكرها بمعنى مختلف. ثانيا، من قال أن العلماء يعرفون تأويل هذا القرآن وتفسيره؟ ومن قال بأنهم هم الأجدر بتولي هذا الأمر وأن على الجميع الأخذ بقولهم رغم أنفه؟ يعني هاي فعلا هم ما يقولون هذا الشيء، بس هو فعلا هذا الموجود اللي حاصل. انا شخصيا اشوف من وراء احيانا تفسير امراه مسكينه كلام الله ابلغ واكثر صدقا من جميع المفسرين، حتى لو كان تفسيرها غلط فيها.
إذن اللي أقول أنه العلم بالتفسير ليس معيارا كافيا، هذه حجة وافتراء طلع على الجميع ويجب الحد منه ووقف هؤلاء أدحتهم. هذا الافتراء يبرر نفسه ماذا؟ بأن غايته مصالح العباد، هو هاي الشماعة الجاهزة، والحقيقة هي مصالح رجال السلطة والطغاة. ولا نشوف حياتنا الآن، من المستفيدين؟ من هم الأثرياء الآن؟ هل أنا وأنت وغيرك كلنا مهجرين والناس الباقيين هم مستضعفين مستغلين مستغلين مهانين؟ أي هنا ماذا يصلح يصبح لدينا؟ أن الكتاب هذا اللي أصبح سلاح بيد الحكام والمفسرين ورجال الدين، ما عاد كتاب هداية ولا كتاب عضاء ولا تأمل ولا إلهام روحي، أصبح كتاب قزم صغير محجوز بخاص، يعني محجوز بإخطائية خاصة برجل الدين، وما يحق لأي واحد يتحدث بهذا الكتاب. ممكن يرتله يعني سمعه كما يسمع أغنية أو صوت أو إيقاع، هو عنا لا هو مسافة بينه وبين هذا الكتاب، يعني معنى أدق أن الكتاب أصبح تابع وليس متبوع، أي أن الله هو التابع وليس هو نحن الذين نتبعه ولا رجال الدين. أقول مبروك على المسلمين، هذا اختطاف الدين مالهم اللي فخورين به الآن ويدافعون عنه ومستعدين يدفعون دمهم أو لحمهم من أجله، لكن هم بالحقيقة هو كتابهم مختطف وربهم مختطف وهم أنفسهم مختطفين وما يشعرون بالمسألة. أنا أقول ماذا يرغمنا على استنباط الأحكام؟ ما الذي يرغمنا على استنباط الأحكام من القرآن اللي هو هدى للعالمين وليس تشريع ملزم؟ وحتى لو استنبطنا منه أحكام، لماذا نتجنى على الناس ونفرض رأي رجل دين محدد على الجميع؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما هي الشرعية التي يملكها هذا الرجل لمجرد يقول لك أنا أحاكم الدين عقليا؟ والعقل هو حتى العقل الآن، قبل شوية الزميل أو بكرة تحدث عن تصميم الذكي، أنا أقول له من صمم المصمم تصميم الذكي؟ إذا كان هناك مصمم فمن صمم المصمم؟ من أشغله؟ وما كنت تحكم عقل، هذه فكرة العقل فكرة قديمة صارت ما عادت مقبولة. شنو العقل؟ العقل مو معيار الآن، صار العقل بالعكس هو مشكوك فيه الآن. ما الضير؟ أتساءل ما الضير من ترك الناس أحرار في فهم الكتاب اللي نزل لهم خصيصا؟ ألا يكون حينئذ الناس مصدر للتنوع والابتكار ويفتح باب لكل الناس أنواع الإبداع والاكتشاف والتطلع إنساني وثقافي؟ ليش يصير؟ لماذا صار الكتاب هذا التفسير الشائع مو مصدر للمعرفة والعلم وتنوير العقول والنفوس، بل مصدر قانون يمنح الحق لمن لاختطاف الناس وفرض شريعتهم على الجميع وبطرق فاشية وجائرة. الآن سؤال، ما هي المسافة بيننا وبين هذا النص؟ هناك ما يتحدث عن العودة إلى الدين الصحيح. يا أخي هذا كلام مجانين، هذا شخص يعني حتى لا تعود بآلة الزمن هم أسهل عليك من هذا. بينك وبين هذا الناس أكو آلاف من الحروب والمشاكل، والطريق طويل جدا ساروا على آلاف المفسرين الفقهاء والدجالين والسلاطين، واللغة تغيرت والمعاني تغيرت. أنت ماما من هذا المجنون يتحدث؟ هؤلاء كذابين أشر ما يعني كذابين درجة تفوق الوصف، حتى يتحدثون عن سلفية وأصولية، عن ماذا؟ أي سلفية وأصولية؟ من يجيب قراءة هذا الشيء؟ بأي عين ترى ما حدث سابقا؟ حسنا أنا ما أتحدث أنه الزمن مختلف، لا، أنا أتحدث هاي حجة قالوها كثير. أنا أقول أنه بينه وبينه يعني بون شاسع، أكو شيء مختلف. نحن حتى ذا الكتاب إجا نفس الآن صافي مصفى وبالمعنى القديم ما نفهم، ولا نفهم إلا بطريقة. قلت أنه الله ثابت والنص والقارئ متحرك، فإذن علينا أن نقرأ قراءة حديثة. هو يقول إحنا صالح لكل زمان ومكان، إذن ما دام صالح لزمان ومكان ما الضير إذا قرأنا الآن بهذا الزمان؟ متقولون هو صالح لكل زمان ومكان؟ تركوه ما نحتاج كلش. إذن ما دام هو صالح لزمان ومكان خلاص ما نحتاج لا تفاسير ولا سيرة ولا إيش. وأنت تقولون هذا، يعني هذا برهان على أن كذابين ومنافقين ومجرد تلقون الحجج الجزافة. أنا أقول اللي يتحدث بالتالي عن عودة للدين الصحيح عليه أن يراجع أقرب مستشفى. شكرا جزيلا لكم وألقاكم في حلقة قادمة.